وهلا وحبايبنا فيديو جديد. هلا ويوم جديد وفعالية جديدة. وين متواجدين حاليا؟ حاليا رايحين الاحتفالات اللي تصير سنوية يا العربي الكلداني العرب. يعني كل العرب والكلداني ايضا. واحنا حاليا موجودين في ديترويت. خليني اوريكم هذه الداون تاون ديترويت. واو، هاي انا اول مرة نجي انا ووعد هنا وجمالية ديترويت. وهناك اعتقد كندا، لان هذا البورت هنا. هاي علم وتروحون وين العلم؟ ايه هاي كندا صح، هذا العلم مال كندا. شوفوا ياه هاي، شوفوا هاي كندا، هناك كندا وهنا امريكا. اجينا هنا مثل ما قاعد تشوفون، قاعد يستعدون حبايبي. كنا بالخلف هناك بس هسه قاعد ندور وين هو المهرجان. بس قاعد بلش نسمع اغاني عربيه قدام، فماشيين قدام. خلينا اوريكم شو قدامنا. هذا اعتقد هذا يا هو اعتقد هنا. شفتوا هذا البوت الكبير اللي قدامنا؟ اعتقد انه مطعم يتأجرون فيه، تاخذون تيكتات يمكن. اسمه برنسس، فجست جوجل وتشوفوا. راح نصعد هنا لان اصوات الموسيقى العربيه واصلتنا لهنا، ففور شور يعني متاكدين. احنا جينا من وكيا، لا هو من الساعه 12 يفتح. خلينا نشوف. احنا بس ليش هنا؟ هي هنا هذا هو. اي بعدها الناس ما جايه. يا اجينا هنا شكلنا احنا اول الناس. هنا مطعم عشتار، فارا جوس، كاسبر. اوكي والدنيا اجت الشمس، قبل ما كان اكو شمس هسه اكو شمس. صراحه بايبنا صارت هسه الساعه 5. كل الوقت هذا كنا وين؟ بالسياره، دنيا حاره وبعدهم ما جايين. اخذنا غفه شوي، نمنا. لا ما نمنا، كلها على التليفون. هسه صارت الساعه 5 وبعدها الدنيا حاره، شمس كلش قويه. بس اول ما جينا كانت حلوه، كان مغيمه، شمس اجت واو. صبح الفجر مطرك مطرك. اي والله قلنا خلاص اليوم مطر. اوكي حلو. بعد اجينا هنا عندي هذا الباج كاعلاميه ميديا. اوكي سو راح اغطي هنا كاعلاميه زهراء. دخلنا داخل هنا بهذا المكان، مسويين ريفرس حق السبونسرز هنا. اوكي بعدها ما بلشوا، في بعضهم ما جايين، بس قاعد اوريكم هي المهرجان العربي لكل الدول العربيه الموجوده في ميشيغان. ما اعرف مبين هسه. اوكي شوف شنو وعد اشترى. هذه الدي جي اي الجديده، اشرح لهم عنها مميزاتها. دي جي اي 5 اي. خليني اوقف هيك عشان تبين. قول هذا الحلو البيها. زين هذا الحلو البيها طبعا تطول بصدور. احنا ليش جبناها؟ يعني تصير هو بس احنا شنو اهم شيء جبناها؟ انها تاخذ ويا الوجه، حتى لما نفضل نجي نصور ونفضل تعرف بعد نفضل شرعنا وتتعارك وتروح يمين ويسار، تروح وياها حق التيك توك. هاي انا هنا صورني خلينا نشوف. شوفوا انا هنا طالعة ويني هنا حبايبي الرقصات جايين. اوكي هسه حابه اصور لكم هذه الصور اللي هي تعرفون من تراثنا العربي القديم. وحاطين هذه الصور هنا، شوف هنا قاعد يشرحون الطب العربي قبل 1000 سنة، وحاطينه بالانجلش علشان يعني الاجانب يقرون. هنا الطب العربي القديم وابن سينا. حبايبي انا قاعده انقل لكم الحدث من المسرح نفسه. الناس راح تكون قاعدة هنا، بس هنا قاعد يسوون تيستينج. عندنا المغني ماجد كاكا، عندنا الرقصات هنا،
فراح يبلشون، فراح اصور لكم هسه بالبدايه، ما اعرف حسون بروفو ولا راح يبلشون، بس اني واي راح اصور لكم الاحداث كلها. ومنو معانا؟ الاخ نسينا رامز شنو؟ رامز خدور. رامز خدور يا هلا والله، كل الهلا شرفنا فيك. من اي قناه موجود انت حاليا؟ من اي قناه؟ قناة او دبليو اس تي في. تشرفنا فيك. طبعا اللي ما يعرفه هو غني عن التعريف، ميشيغان كلها تعرفه. مذيع، ممثل، مطرب صح؟ لا بعد ممثل مبتدئ. ممثل جرب حظي ان شاء الله. كل من حظه ان شاء الله خير. كل التوفيق لك. تسلمين لك همين. تسلم. احنا عندنا المغني ماجد كاكا قاعد يجهز ويستعد. هنا منو الحلوه؟ هلا والله هبوا الوردة. بس أنا قاعدة أوريكم التجهيزات. سو حبايبي أنا اليوم راح أنقل لكم خلف الكواليس، ما راح أكون مع الجمهور وتشوفون كل عادل أي واحد يشوفه. أصور لكم كل خلف الكواليس بالتفصيل اللي ما راح تشوفونه واللي مستحيل تشوفونه مع أي أحد إلا زوزو. خليني أصور لكم من الجمهور شلون يشوف بهذا الشكل. أحاول أغطي هيك أوكي على مود الشمس عشان تشوفون. هنا طبعا في كاميرات التلفزيون راح يسوون نقل حصري لهذا المهرجان. نحتفل بوجود المهرجان العربي والكلداني في دورته 49 بعد غياب لمدة سنتين بسبب فيروس كورونا. المهرجان هذه السنة يستضيف نجوم الفن، نجوم الإبداع، وإن شاء الله تستمتعوا معنا اليوم. أهلا. واو حبيبي دانسر. شوف احنا فاتحين لايف. اوكي اوكي انا اللايف صوتنا قاعد نحكي يا ويلا لايف على التلفزيون. هسه يسمعونك ويفهمون عربي يزعلون من عندك. علي قضيه. اوكي سو الناس قاعد يسالون بعد باللايف انه ليش جايبينهم كبار بالسن. لا لا جابوا شنو 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 وجبة ثانية. اي زوزو ويل امسك الكاميرا شوي. بس امسك الكاميرا طبعا انا المصور. لا لا وي تفضل. زين سو جاوب وعد راح غير مش بس كيك اني جامد ولا عايزه بتقيل. انا 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 بناديك يا حبيبي بناديك عايلي بناديك انا هنا بناديك عايلي بناديك يا حبيبي بناديك انا هنا. حبايبي مثل ما تشوفوا هنا برا هاي هنا الناس اللي قاعدة تقعد، هنا داخل بس السبونسرز مع هذا الحفل تشوفونهم هنا كلهم موجودين. شوفوا اليوم منو معانا؟ تابعتها لينا بدو والقلب فالينا. كتبت انا جاية وشفتها هي كاتبة جاية وفعلا اجت. لعكت شوفوا اخذت هاف بوينت واجت حتى اشوف. يا بنتي والله تسلمين يا روحي. She's now looking down on us from heaven. We lost Rosie, and with her, she took a part of. يلا شوية الشرطة سلموا علينا. طلعوا يعرفونا. So cute. Okay, هسا راح نصعد هنا. جو الناس تتجمعوا بس إحنا راح نطلع فوق شوي. بعدين نرجع تحت نصور لكم. قصة بعدين. نسوي القصة. عورين بالليل.
اوكي سو هسه مرحبا كيفك؟ هاي شو اخبارك؟ تمام كل الهلا الله يسعدكم ربي. اهلا اهلا وسهلا تشرف. الحمد لله مبروك على الخير على الشركه الجديده. يسعدكم ربي الحمد لله. كل الشيء موتيفيشنال هذا كله كان سياحه. الحمد لله تسلم لي. يسعدكم ربي شكرا لكم. انزين الناس هسه بلشوا يجون. احنا جايين الساعه 2 الظهر الجو يتغير هسه الجو صح. هذا عشتار هلا واحد من سبونسرين هي عشتار واحد من السبونسرز موجودين وبعد اكو كثير سبونسرز هسه راح نغطيكم اياهم ان شاء الله. هلو هاي هلو هاو ار يو فاين ثانك يو حياتي هاي ثانك يو. So Casper مشهور بالبرجر مالته يقولون كله فريش. حياتي هاي تمام تسعدكم ربي كل الهلا فيكم. حياتي شكرا انتوا الاحلى. So هنا كاسبر هنا كوكو لافا اعتقد. So ما شاء الله الناس هسه بلشت تجي. اوكي هسه بعد طبعا الناس تجي على البرج. يس احنا جينا الساعه 2:30 على شنو يعني لعنا بالسياره هلكنا والله. وقلت الواحد وديني مطعم ما قبل يوديني مطعم وبعدين طلعت المطاعم كلها هنا هو يقول لي ما اريد وما ادري شنو وسوالف يعني تعرفون بعد. قال لي احمص بطحينه اكو بالسياره واشمرني. السلام عليكم. هاي شو اخباركم؟ هير وي جو. شو اخبار ارجيله؟ هاي تيك توك لايف هنا. ثانك يو فيري ماتش. طبعا هنا متابعين ملك الارجيله هوكا. تسلم لي الله يحفظك. تسلم يسعدكم ربي. تسلمون يحفظكم ربي. ثانك يو باي. من هنا مرة العراقيون هلا. Hi. Some coupons for the Michigan Renaissance Festival, right? Thank you very exactly. much. We've got it on video now. It's confirmed. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. مو كنا في المسرحية أعتقد. Yeah. Yeah. يلا خلنا خذنا أفق نوريكم. الشرطة تعرفني. طبعاً هنا من المدرجات فوق قاعد نصور لكم عشان تشوفون. Hello. Hello. Welcome. Hello. Hello. طبعا شوي راح نرجع داخل ونصور لكم. وهنا قررنا ان نوقف ونشتري من عشتار. مرحبا. دي اي اكو؟ دي اي. سو اخذنا ساندويتش بس راح ناكل لاني ميت من الجوع. الماي مالتي ما جبته بس يلا. هاي عندي. يلا نقعد هنا. يلا نقعد هنا ناكل. صراحة نقعد هنا ناكل. اجينا هنا عندهم قهوة عربي وانا هذا اللي ادور عليه. اكو قهوة شقرة ولا نفسه وكلهم نفس الشيء؟ كله هيك؟ اوكي. شوفوا هنا. شوية نوقف راسنا بالقهوة. هناك عندهم البوفيه المفتوح. قناتنا هنا المصور وهنا المذيعة راح يسوون معنا لقاء اليوم. هاي قلو حياتي. يلا منو هالحلوة؟ منو تقول تتابعنا وتفوت علينا فدوة؟ حياتي فدوة الله العدوان بس حرة 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 المرأة للمرأة. طبعا ثاني شخص يكلمنا على موضوع المسبح يسلمون علينا هنا. احنا شوي رحنا بعيد عن الصوت عشان نسوي لقاء مع قناة OWS المحبوبة في ميشيغان. طبعا خليني اقول لكم قاعد اسوي اللقاء وكان يخلص البطارية مالت الكاميرا. نص اللقاء مالتنا. ايش قد حظنا حلو ها؟ انزين فهسه اجوا عرفتوا منو هذا؟ شو الاخبار على قناة ميشيغان؟ حسين معانا.
So, وإحنا صاحب قناة OWS عمر. معجبين بكم دائما. أيضا زهراء. هاي شلونكم؟ ووعد إيلان عزيزي نورت كل الهلا. حبيبي وعد حكم تعرفوه على تيك توك. أهلا. وزوزو هنا هلا. وعد وزوزو. مايك لوعد وزوزو شوية هيك خلينا. حطوني حطوني على المايكات مالتنا. يلا. زمي أنت بيدش حتى يصير بيناتكم أنت ووعد. أوكي تمام. يلا تروح اسوي لقاء مع عيون. يلا سو احنا اجينا هسه خلف الكواليس قاعد نصور هنا الفي اي بي عيوني. ماجد كاكا كان بهذا المسرح في نفس المكان سنة 1984 يعني صار لأكثر من 35-36 سنة في ولاية ميشيغان ويغني هنا من أبناء جالية من ماجد كاكا طير السعد والعراق والأغاني الكبيرة اللي راح نسمعها اليوم. ماجد كاكا فنان قدير جدا ومؤلف عدد أغاني ولحنها هو بنفسه طبعا هو موسيقي بنفس الوقت مو بس مغني. كل العراق كل العراق كل العراق كل العراق متابعينا بعدها معانا على تيك توك لايف شلنا شويلاتنا وطلعنا وهسه خليناهم بالحفلة طلعنا هاي احنا صعدنا طالعين من المكان نشوف ايش قد صار الباركينج وات نو سي
Please press the screen receipt button for receipt. Where is it? Yes, please. Now checking for. We can send it for a concern. Oh, yeah. You, yeah, no, I ain't got much confidence in Uncle Sam. No more. I have no trust in this place they call America. All right, man. See ya. So, alhamdulillah, احنا خفنا قلنا هو كاتبين شنو؟ 27 زين. لا يمكن اذا ظلينا هوايه كثير فيترجون اقل. لازم اذا قل زين 27. انا قلت الحين 100 200 دولار لان كاتبين الساعه ب 10 يمكن. اي سو لا الساعه ب 6 سجلت. احنا صرنا 9 ساعات يا لهوي. ليه؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني بقى فلوس اقدر اعشيك. yeah. بس ما عندنا وقت. لازم شوف. نروح نجيب الجهاز. يا الهي هي ان شاء الله. انا بس اكو سندويش لا فعلك. ايه اكلها انت ما اريدها انا. زين انا ان دايت الحمد لله خلاص. لا انا دايت اليوم ما اريد. زعتر ما اريد لا عزومتك ولا اكلك ولا شيء الحمد لله. عم شاورما الحمد لله خلاص. ماكل نصها ماكل نصها ويقول لي النص الثاني تعال اكلي. تفضل. والله العظيم واحد تعطي اكل زين هذا يرفش النعمه. زين قولي الحمد لله. الحمد لله ناس ما تلاقي تاكل. اوكي هسه حبايبنا شوفوا جوله بالليل بديترويت. خليني اشوف دربي. يا جوله بالليل انا اسوي لهم بالكاميرا هسه تمشي. وين وصلنا ويقول لي روح اخر لاين. شوفوا هنا كندا حبايبنا. يقول لك يا كندا. وهنا ديترويت جمال ديترويت بالليل. شوفوا شلون حلوه. طبعا احنا بالامارات كنا عايشين بنفس هذا المكان يعني كنا هاي المنطقه عمارات وبزي وتشوفونها لليل قاعده بهذا الشكل. هسه هنا بامريكا عايشين يعني بمنطقه بس هيك سكنيه بس سكن. اوكي حبايبنا وصلنا احنا وياكم لنهايه هذا الفلوج. لا تنسوا انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم. حاولت اني انقل لكم على قد ما اقدر الاحداث اللي صارت في مهرجان العربي الكلداني في ميشيغان. واي شخص حاب يعرف تفاصيل اكثر عن اماكن جديده عن ايفنتس في ميشيغان فتابعوا صفحه ميشيغان امريكا في الفيسبوك. راح تشوفون كل الايفنتات كل المهرجانات اللي تكون موجوده في ميشيغان.